مرشدك في الظلام يعني الألم بتاعك ده. بص بقى، احنا الدواء ده اسمه مايكوفينوليت. هو بصراحة بدأ بفورمة كده اسمها مايكوفينوليك أسيد. يعني هو في الأول بص كده كان حاجة اسمها مايكوفينوليك إيه؟ أسيد. وبعد كده سابوه خالص وحطوا معاه إستر، يعني عملوا له الكحول يمسك فيه يعني، فبقى اسمه مايكوفينوليت موفيتيل. والرسمة تحت باينة، أدي الأسيد الناحية دي وحطينا معاه حاجة كده فبقى إيه؟ موفيتيل. يعني هو على فكرة بعد ما ناخده في جسمنا هيتفك تاني ويرجع إيه؟ بس هم عملوا كده ليه؟ لان المايكوفينوليك اسيد كان هايلي هايلي اريتابل للجي اي تي، كان بيعمل سيفير اريتيشن للجي اي تي، وكان نوزيا وبولك وكده. فلما حطوا له الالكوهول ده ومسك فيه بقى سوليد مايكوفينوليت، بقى ليس اريتم، وبعدين يخش جسمك يتحول لايه؟ بس الله يرضى عليك. هم الثلاث كلمات اللي قعدت تتعلم عليهم دول، يبقى كلمه مايكوفينوليك اسيد تعلم عليها، وتدور كده على كلمه ايه ان هو بور توليرابيلتي، شايفينها ما كانش الناس ايه بتستحمله، جاسترو انتستينال ابسيت، فراحوا عاملين الصوره بتاعته اللي هي مايكوفينوليت ايه موفيتيل. خلاص في جسمك هيرجع تاني لايه؟ لمايكوفينوليت. يا رب تكون الرساله دي وصلت. الدواء ده غريب جدا، ابزوربد اورال عادي خالص، تيجي في الميتابوليزم تحت. بص برودراج، يعني برودراج بقى ها هيتحول لمايكوفينوليك اسيد، شايفينها ام بي اي مايكوفينوليك ايه. عشان كده خد بالك انا عندي رمزين هنا، مايكوفينول ام ام اف شايفينه ده المايكوفينوليت اللي هو الدواء، يتحول لجسمك لحاجه اسمها ام بي اي مايكوفينوليك ايه اسيد. فاهمين؟ بس ما فيهاش اي حاجه خالص الحكايه دي، بس اوعى تنسوها الله يرضى عليك. نقلب الصفحه. بص انا الميتابوليزم بتاعه الاكسبريشن بتاعه معقد شويه كده، بس احنا مش هنقوله، مش مهم يعني، ما فيش وقت يعني بشرحه في العادي، ان هو بيحصل سايكل يقعد يفك ويربط يعني عادي، مش مهم مش مهم. بس ما تنساهوش ان هو اصلا في صوره فينوليك وفي صوره ايه الاسود. خلاص كده يلا بسرعه. يلا عشان في تكه جميله جدا جدا في الدواء ده، اللي يعرف كويس يعرف التكه دي. المايكوفينوليت ده بيشتغل على حاجه الصفحه الثانيه كده اسمها ايه، في انزيم كده اسمه اينوسين ها مونوفوسفيت دي هيدروجينيز اي ام بي دي اتش، شايفينه الصفحه اللي هي صفحه 41 حضرتك، هتلاقي فوق بالبورد كده حاجه اسمها اينوسين ها. ماله الانزيم ده بتاع ايه؟ الانزيم ده بتاع حاجه غريبه جدا اسمها دي نوفو سينثيسز اوف دي ان ايه وار ان ايه والكلام ده كله. يعني برضو عامل زي مين كده لو حد شاطر؟ افتر ادم سيرفي برضو في التصنيع. بس خد بالك ده حاجه جديده اسمها دي نوفو باسوري. ايه حته دي نوفو باسوري ده؟ انتوا خدتوا زمان ونسيتوا ان النيوكليك اسيد بتصنع في جسمك بطريقتين، يا اما فروم زيرو يعني اسمها دي نو، هتجيب كربون ونيتروجين واقعد اعمل حلقه اصنعهم من الزيرو خالص، اسمه ايه ده؟ دي نو. في حاجه ثانيه اسمها سلفاج باسوري، اسمها ايه؟ سلفاج يعني انقاذ، صح؟ ايه سلفاج باسوري ده؟ الخلايا اللي بتموت والدي ان ايه اللي بيتكسر ده، انا بدل ما افديته خالص اخد منه البيزز بتاعته اعيد ايه؟ ها؟ استخدام. حلو كده؟ يا رب الناس تصحصح لمدة نص دقيقة. كل خلايا جسمنا مؤهلة للعمل، انت بتقولت كمية متاوبة بتاعة السنة كلها مؤهلة للعمل بالتوبة سوية. يعني اي خلية كلاتينو سايت سايكولو سايت ديبريسو سايت اي حاجة سليبو سايت عندك، خلايا النوم عندك، اي خليه ممكن تشتغل ايه؟ دي نوفو يعني القديم تعيد استخدامه وتصنع من اول وجديد. حلو؟ طيب عرفت المعلومه دي؟ المايكروفينوليت موفيتيل ده والمايكروفينوليك اسيد بينهبت الانسين بتاع مين؟ بتاع دي نوفو. الخلايا كلها بقى ولا يفرق معاها الكلام ده. ليه ولا يفرق معاها الكلام ده؟ انت وقفت الدي نوفو هتشتغل هي بالسلفاج وخلاص. قال لك ما عدا بقى حاجه رهيبه الليمفوسايت، وكل يركز في دي، خليه الليمفوسايت سواء دي او تي ولدوا حاجه غريبه جدا، هذه الخلايا تعتمد بالكامل
على الجينوم ما عندهاش ايه؟ تقول لك انا ما باخدش حاجه قديمه قبل الليمفوسايت دي، تعملها من اول ايه؟ وجديد. فيقول لك ايه بقى؟ طالما كده يبقى الدواء ده اللي انا باخده لن يؤثر في جسم ايه اللي على مين ده؟ ليه؟ والنيه دي اللي عامله روحها ايه؟ ولا ما كنتش بكاسه؟ ولما الكاس ده يبقى مش موجود تجوح هي بقى صح؟ لكن مثلا ايه؟ معاك كده طنطا، معاك حرمطش، الناس دي كانوا اي حاجه هم قالوا الكتاب ده شخصي. فلما الدنيا ايه؟ تتسد في وشهم هم دول ما عادي يتعاملوا على طول خشب بتاع ولا عيل صغير اي حاجه. لكن انت لما ايه عشان ياسر نكتب الليمفوسايت لا ما تعملش ده دينوفو، الدينوفو ده باظ يبقى عليه خطر بقى. المفهوم اللي انا بقوله ده الحكايه دي بصراحه لو حد عايز يفهم الدواء قبل ما اخلصه ده مخلي الدواء هاي 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 سلكتيف على مين؟ يعني خلايا الام مرض ما حصلهاش حاجه باستثناء يعني الليمفوسايت، خلايا الجي اي تي، خلايا ما اعرفش ايه. فده هيفسر لك حاجه غريبه جدا عايز اقولها دلوقتي. الدواء تيجي تبص على السايد افكت بتاعته ما تلاقيش حاجه خطيره، ما تلاقيش مثلا في امينيا ولا بتاع، لا، لان الخلايا كلها باستثناء الليمفوسايت شغاله بالسلفات مش خسرانه حاجه صح؟ تروح للليفر ما فيش حاجه، تروح حاجه تعمل. فالدواء ده جماله في كده السايد افكت بتاعته نسبيا ايه؟ ليه؟ لانه سلكتف على مين؟ انا بديك فيرتيكس بديك كاسترويد سبيرنج بقى خلاص. فاي دواء مناعي او اوتو اميون يشتغل على مين؟ ها؟ على الليمفوسايت سواء تي ال بي ويسيب بقى الخلايا. يبقى انا استفدت سلكتيفيتي وافكاسي مفهوم؟ حد فاهم الدواء ده؟ سيمسون بقى الناحيه الثانيه، سيمسون وكبير قوي تحس انه كبر سيمسون هيقعد يكبر اخر الكتاب كده لحد ما ايه يبتدع في سيمسون ده. سيمسون ده وانت تروح تمتحن في صوره ايه؟ يقول لك ده انا عزه ده انا ما اعرفش بس داخل في صوره سيمسون. يعني هو كلف كده خلاص سيمسون بيكبر كده. فسيمسون بيقول ايه؟ مين يبص على الثلاث اربع جمل دول؟ بص ام بي ايه؟ ايه هو الام بي ايه؟ مايكرو جرانيك اسيد سيلكتيفلي انهبت بي ام اي سنس. يا سلام ان تي اند ها لان هذه الخلايا ده بالانجليزي اهو لاك البيورين سلباش بصري ما عندهاش السلبار اند ديبندنت على الدينوم بس خلاص كده. بسرعه بقى دي كبسولات طبعا اسمها سلسلت او اسمها موفيتيل 250 و500 بره الجلديه ابروفد كبوست ترانسبلانتيشن زي مين كده؟ سايكوسبور ده سلسلت ده مشهور قوي في الحياه كده بره الجلديه. احنا عندنا خدناه بقى ملهوش ابروفال هنا صح؟ مش ابروفد في حاجه بس يدخل مع اصحابه في عيله مين ها؟ الاسترويد سبيرنج وتلاقي نفس الليست. على فكره انت بعد سابع دواء ولا ثامن دواء هتلاحظ ان المربع ده ثابت بس مش لازم من اول ولا ثاني ولا ثالث مره بعد المره الثانيه على 10 تقول يا رب ده نفس الحاجات بالظبط. طب ما اجي الخصم يطلع هم حاجه واحده في الاخر يعني المربع ده بيتكرر تقول له الامراض اللي منه جوه صح؟ امراض فاسكولايتس كونكتيف اي مرض كان مبني على الاسترويد ممكن نحط معاه ده كبديل له مفهوم؟ طب انتوا شطار جدا. جرعته كام؟ برضه من اجمل الجرعات في الجلدين كبسوله كل 6 ساعات. طب والكبسوله كام؟ 500 فياخد في اليوم كام؟ 2 جرام اهو 2000 ماشي؟ وممكن نوصله ل 3 مفهوم كده؟ بس الدواء ده لما تيجي تقرا السايد افكت الناس متابعاني ولا الناس بتنام؟ تحس انه حلو كده يقول انا بحلم. مكتوب ايه كلمه بالبولد وتحتها خط ويل توليريتد بمليون جنيه الكلمه دي يعني من اغلب الادويه في الجلدين. انت عرفت ليه صح؟ مش بيأثر الا على خلايا معينه وهي مين؟ فيقول لك بص ولا نيفروتوكسيك ولا هيباتوتوكسيك ولا اي حاجه. تيجي تبص قال لك بص كل ما في الامر شويه جاسترونتستاينال. وبصراحه بص في الحياه العمليه الموفيتيتا او السلسل المشكله الوحيده اللي بتواجهنا منه هي الجاستريك ابسيت نوديا فوميتنج دايريا بتاع ده كومن بس شويه دايريا ما اعرفش ايه. هيماتولوجيكال قال لك اقل من 5% من العيانين تلاقي عندهم دروب ما هو حاجات يعني خلاص بقى شوية انفكشن مش عارف ايه يعني في كلام كتير مكتوب بس كله رير 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 رير. فانت في الحياة العملية اللي بيجي بستكتب الدواء ده ولا حاجة يعني ما بنعملش حاجة يعني حتى بص المونيتورينج تحس ان المونيتورينج كده ماله ها مونيتورينج غلبان كده يعني سي بي سي وانت عارف ان ايه مش هيبقى فيها حاجة الا لو هو كان عنده ايه حاجة وليبر وكيدني وبريجنسي خلاص بس.
هو في البريك نسمعها كمان شويه ان الكاتيجوري دي كاتيجوري ايه يعني ممكن اديه لو محتاجه صح طيب. بس يعني ايه ما علينا كل يقرا معايا بقى ايه الدراج انتراكشن إيه دي بصراحه انا ما قلتهاش لان هي تبع السايكل بتاعته هو الدواء ده ايه داخل في صوره ايه اللي هو فينوليت يروح الليفر يحصل له هيدروليز يروح الليفر تعمل له كونجيجيشن يعني شوف اللعبه دي انت واخده ايه فينوليك اسيد في صوره ماسك فيه الكحول صوره ايستر يروح يحصل له هيدروليز الليفر ممكن تعمل له كونجيجيشن تعمل له اكستريشن يعني ايه كونجيجيشن بس تمسكه مش مع ايستر بقى ولا يبقى صح تمسكه مع الكرونيك اسيد عشان ينزل فين في البايل مين قال ينزل في اليورين؟ مين قال ينزل في اليورين؟ حد قال؟ انت اللي قلت؟ المهم الجلوكرونيك اسيد وينزل في البايل. خدتوا انتوا زمان لما الحاجه تنزل في البايل في بكتيريا في الجي اي دي تعمل لها ايه؟ كليفش ترجعه تاني. مش كده الدواء ده يقول لك في جسمك عمال ايه؟ يتفكك يتربل ينزل يتفكك ما تعرفش بقى. اللي بيتحكم في الموضوع ده حركه الجي اي دي بتاعتك. لو احنا مثلا عندنا كونستيبيشن ونديله فرصه اكتر نحصل له ليه ابزوربشن انتيرو هيباتيك يفضل اكتر. طب عندنا دياريه ولا بتاع؟ لا ما يفضلش. عشان كده لما تيجي تبص على الدراج انتر اكشن شويه زكاوه بقى مكتوب اير انتاسيد كوليستيرامين اي ادويه بتاثر على الانتيرو هيباتيك سايكل صح؟ يعني مثلا في ادويه ضد الحاجات مش عارف الباير سولت مش عارف ايه وتروح نازله بيها في الستول كليشن. طب ما ده تاخد الدواء وتنزل بيه يبقى تقلل الافتكاسي. طب انت ادويه مثلا بتعمل الكونستيبيشن او بتقلل الجاستريك امتي او ما اعرفش الكلام ده كله او حاجات انتسبازموديك كل ده هيخليه يفضل اكتر في جسمك. مش مهم الكلام ده بس لما تقرا يعني في البيت براحتك كده مش احنا الوقت يعني تعرف ايه ان الدواء ده اللي يلف في جسمك صح؟ يتفك يتربط يتفك يتربط هيقعد اكتر ولا هينزل اكتر هو ده السؤال ماشي؟ ده ما قلنا بريجنس كاتيجوري ايه؟ دي بيتر افويدد لاكتيشن بلاش ممكن نديه في الاطفال بس في الاورجان ايه برضو خدوا بالكم من حاجه عايز اقولها لبعض الناس كده في ممكن جزء كبير من الادويه استخدامه والاف دي اي ابروفال بتاعه في حاجات بره البلديه صح بس احنا خدناه من الحاجات اللي هناك عشان يفيدنا احنا كاميون سبريسيف كمودولاتري الكلام ده كله ماشي زي مين كده زي الادسايبرين زي السايبرين زي السلسلت ده ممكن السلسلت ما مفهوم تلاقي الادويه دي ملهاش ابروفال فين؟ الجلديه ملهاش ابروفال في الجلديه. طيب قبل بس ما امشي من الحته دي يعني قبل ما امشي من الحته دي واروح الحته اللي بعدها يقول لك ايه بقى؟ في سؤال كده دايما يقول لك ايه؟ الادسيرفين والمايكروكونيليشن هما الاثنين شبه بعض في حاجات كتير. هما الاثنين بلو دراج صح؟ هما الاثنين بيحاولوا يأكل فورم جوه